في الصباح ومساء يخرج الناس من منازلهم متوجهين نحو الطبيعة للتجول أو ركض أو ركوب الدراجة أو لعب كرة. وقد أصبح اللياقة البدنية جزءا مهما من حياة المواطنين. هذا وتهدف مبادرة لياقة وطنية إلى جذب المزيد من الأشخاص للمشاركة في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية على نطاق واسع، مما يعزز روح أولمبية إيجابية ويرفع من مستوى الصحة العامة. الساعة الآن 6 صباحا، هناك كثير من الأشخاص الذين يركضون ويمارسون أنشطة بدنية في الحديقة. هل تعتقدون أن الشباب فقط هم الذين يمارسون الرياضة في الصين؟ بالطبع لا، دعونا نلقي نظرا على أنشطة رياضية مختلفة التي يحافظ عليها كبار السن الصينيون منذ زمن طويل. في الصباح باكر من أيام صيف وبصحبة الموسيقى هادئة، كانت مجموعة من الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 70 عاما يمارسون باحتمام تمارين لأنماط تاي جي تشوان المختلفة في ساحة الحديقة. وعلى رغم من أن معظمهم لم يتلقوا تدريب بشكل منهجي، لكن كل حركات تظهر الاندماج بين قوة ورشاقة والسحر الفريد لتاي جي تشوان. وقال بعضهم إنه من خلال ممارسة رياضة تاي جي تشوان خفت الأمراض التي كانت يعاني منها خلال السنوات الماضية. كنت أحب التاي جي منذ صغري متأثرة بأبي، ولأنها ثقافة تقليدية صينية، فلقد تعلمت التاي جي من أستاذي بشكل منهجي وقمت بتدريبات رسمية، كما تعلمت تاي جي شان وتاي جي جين. وكرياضة وطنية فإن بعض أنماط تاي جي شان تركز على الرياضة الصحية، وهي مفيدة جدا للصحة الجسدية والنفسية، وبعد ممارستها أشعر بالراحة وتحسن المزاج. يعتمد تاي جي تشوان على الأفكار الأساسية لمفاهيم تاي جي والتبادل إين ويان في فلسفة كونفوشيوسية وديانة توية. ولرياضة تاي جي أنماط عديدة مختلفة، قد يوضح كل نمط بشكل جلي العديد من مبادئ وطرق تاي جي. توجد اختلافات داخل كل نمط، فقد تركز بعض أنماط تاي جي على الرعاية الصحية بينما تركز الأخرى على الفنون القتالية. وإن تاي جي شان وتاي جي جين من تمرين الفريدة لرياضة تاي جي، ومع اهتمام واسع متزايد باللياقة البدنية في الصين، فلم تعد مجرد التمرين للياقة البدنية، بل هي وسيلة لتوريث الثقافة التقليدية الصينية أيضا. بعد تقاعدي بدأت ممارسة تاي جي تشوان في عام 2013، وعندما رأيت أن هناك من يمارس تاي جي في الحديقة جذبتني تلك الرياضة، وحببت التاي جي كثيرا، ولقد كنت أمارس رياضة التاي جي لمدة 7 أعوام، وبعد سنوات من التمرين أشعر الآن بالقوة، ويمكن لممارسة رياضة التاي جي أن تساعد على المحافظة على الصحة وتقوية الجسم، وإنها رياضة مناسبة جدا للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، كما أنها رياضة من الثقافة التقليدية الصينية والتراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني، وأعتقد أنه يجب توريثها إلى الجيل القادمة.